تأتي جمعتكما حروف الجر مع يوسف الحصيلي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. اهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بكم، وحلقه جديده من برنامجنا، عوده مره تانية الى حروف الجر، الى سابق عهده قبل رمضان. نعود اليكم مره تانية، معاكم بني ادم بيتكلم اسمه يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خلوني هبدا الاول بتعزيه خالصه، مش بس واجبه، هي تعزيه خالصه الحقيقه لاسر شهدائنا او لانفسنا الحقيقه اللي راحوا ضحيه الحادث الارهابي اللي جرى امبارح في غرب سيناء عند محطه الميه. وطبعا كل تمنياتنا بالتاكيد للمصابين بانه يا رب يا رب يقوموا بالصحه وبالسلامه. لكن تعرف الشيء بالشيء يذكر، احنا بنتكلم على حادث ارهابي، اي بنتكلم على جماعات متطرفه، فبيجي دايما السؤال، هل الجماعات المتطرفه مواجهتها هي المواجهة الأمنية المحضة، يعني من مثلا الجيش المصري القوات المسلحة زائد الشرطة في مواجهة إرهاب مسلح، ولا أنه لازم تحصل مواجهات فكرية حقيقية؟ أنا من الناس اللي ما بتحبش كلمة حرب الأفكار، أنا بنادم يكره الحروب بشكل عام يعني، لكن يبقى في مواجهة فكرية حقيقية، والمواجهة الفكرية تيجي دايما من الكشف عن الجذور. انت عايز تعالج اي شيء في الدنيا اوصل للجذر، الروت كوز، وده شيء مهم جدا. وعليه خلونا نرحب بقوة وبشدة وبإخلاص بالغ في الترحيب بصحفي وكاتب وسيناريست مهم جدا، محمد هشام عبية. منور، ربنا يخليك، تسلم. ازاي الصحة، عامل ايه؟ الحمد لله، كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. غير انه في نجاح حقيقي حصل في بطلوع الروح، نجاح محدش يقدر ينكره، ويمكن اقدر اقول انه مجمل المنطقة العربية يتحدث عن هذا المسلسل. بس قبل ده انا عايز اسألك في مسألة الفرق بين حرب فكرية ومواجهة فكرية، هل فيهم فروق ولا خطوط تماس؟ اعتقد خطوط تماس. انا زيك برضو، ما مش من هواة المصطلح الحروب ده، واعتقد انه يعني ده اسوأ انجاز اكتشاف يعني عمله الانسان في تاريخه، يعني فكرة انه ياخد حقوقه بالحروب او حتى انه يعتدي على حقوق الاخرين يعني. وانا اميل دايما للمصطلح المواجهة او الصراع، يعني الصراع يمكن درجة اقل شوية من الحروب يعني. واعتقد زي ما انت كنت بتقول في المقدمة يعني، وخلص تعزينا طبعا لكل اسر الشهداء والمصابين، انه مواجهة الارهاب او التطرف مستحيل انها تفضل طول الوقت بالرصاص يعني، بل بالعكس يمكن المواجهة المفروض تكون دايما خطوة قبل سابقة قبل الرصاص، هي مواجهة الافكار ومواجهة التنظيمات ومواجهة واختراقهم من الداخل وتفكيكهم واظهارهم للناس على حقيقتهم، مش مجرد ان هم اشخاص اشرار طول الوقت ولا يمكن مقاومتهم ولا يمكن الانتصار عليهم يعني. فانا معاك دايما في مساله ان مواجهه الافكار ربما لا تقل اهميه وربما تكون لها اولويه حتى قبل اطلاق الرصاص. تفتكر انه لو برضو لو صح مصطلح، ما بحبش كلمه النخبه المثقفه المصريه او حتى النخبه المثقفه العربيه، بس تفتكر انه آن الأوان للكتاب والمؤلفين للمثقفين العرب بشكل عام، ومش عاوز يبقى مجرد جهد مصري فقط، مصر تفضل في الطليعة طول الوقت، بس آن الأوان إلى أنه نعرف المجتمعات العربية بالمعنى الحقيقي لمسألة التطرف الفكري، لمسألة الإرهاب المسلح، أسسه، جذوره، فلسفاته، منطقه. آن الأوان ولا احنا بنبدأ متأخر ولا إيه الحكاية؟ لا، هو طبعا احنا اعتقد كمان يعني بطلوع الروح وغيره من الاعمال اللي تناولت مساله التطرف او الارهاب وكده، هي برضو يعني ما خلقتش من عدم يعني، خلقت لان محاولات الكتابه عن الارهاب من سنين عربيا ومصريا. احنا لنا في الاستاذ وحيد حامد يعني رحمه الله طبعا، يعني عز يعني قدوه كبيره صحيح في هذا الشان يعني، لانه كان بيواجهها كمان في ذروتها وفي ظل امكانيات حتى يمكن فنيه، بتكلم يعني على الانتاج وعلى التصوير وعلى الخدع وما الى ذلك، ما كانتش بالقوه دلوقتي المتاحه يعني لينا او للشغالين في الوسط دلوقتي يعني. هي بس طول الوقت المساله الموجه المواجهه التطرف او فتحه دراميا او فكريا، اعتقد مشكلتها دايما بتبقى ازاي تروح بيها المساحه
جماهيرية، ازاي المسلسل الناس تشوفه، ازاي كتاب الناس تقراه، ازاي البرنامج الراديو اللي بيتكلم عن الارهاب يصل للناس بجد. يعني بيبقى في مجموعة عناصر بقى بتساعد على ده. اعتقد ان الاطراف اللي بيقوموا بهذه العملية هم يبقوا واعيين ان احنا عايزين نروح للجمهور العام، مش رايحين للجمهور المتخصص، لان الجمهور المتخصص مع كامل تقديره واهميته يعني واهميته دايما طول الوقت هيفضل متخصص وهيفضل منتجه مواجه لطبقة معينة يعني، لكن الخطر دايما في القواعد مش في الفوق. والجزء الثاني له علاقه بمساله ازاي احنا بنقدم ده، ازاي نقدمه بطريقه جذابه، ازاي نقدمه بطريقه الناس تبقى فيها تشويق، فيها متابعه، فيها اهتمام. وكمان في عنصر اعتقد وده اللي بيحصل دلوقتي يمكن في مصر وكتير من الدول العربيه، ان طبيعه يبقى في يعني تغير ما مجتمعي بيحصل، درجه وعي ما بتتكون، المجتمع يكون فيه مساحه ما مش من الحريات بس من القدرة على التجريب، من القدرة على ان احنا نقول حاجة بطريقة جذابة وطريقة ذكية. هي مجموعة عناصر كده احيانا بتتوفر فيبقى في منتج كويس، واحيانا لا تتوفر او يتوفر فيها عنصرين ثلاثة بس كما تبقاش بالنتيجة اللي احنا عايزينها قوي يعني. شوف انا اتذكر في حوار تلفزيوني تحديدا هاتفي يعني كان مع فخامة الرئيس، وكان الرئيس بيتكلم على مسألة المواجهة الفكرية دي. الكلام ده تقريبا كان في شهر 9/2021. وسألني يعني حتى الرئيس هو اللي سأل، قال لي ايه الأقوى، الحديث عن الأفكار دي في البرنامج ولا في الدراما؟ فقلت له الحقيقة في الدراما يا فندم، يعني تجردت من مهنتي قلت له الحقيقة في الدراما يا فندم. قال لي يبقى احنا كده متفقين، يبقى لازم يبقى في عندنا دراما تترجم هذه الافكار، توضح هذه الافكار عشان ما يبقاش فيها التباس عند الناس. هل بالنجاح اللي حققه بطلوع الروح ويمكن في مسلسلات اخرى زي الاختيار و و و و هل اقدر اقول انه هذه الصخره، يعني زي كده تعبير سيدنا المسيح يا بطرس انت الصخره التي ابني عليها كنيستي، فهل الدراما دي واحنا هنا بنتكلم على دراما مصريه ودراما انتاج عربي وما إلى ذلك، تبقى الصخرة التي يبنى عليها قلعة للمواجهة الفكرية، ولا هيبقى في صخور أخرى وأسس أخرى نبني عليها؟ هي طبعا جزء أساسي في المواجهة أن يبقى في أعمال درامية بتتكلم عن المساحة دي، بس أهم حاجة أن هي ما تبقاش أعمال درامية، أو في رأيي يعني المتواضع ما تبقاش أعمال درامية فيها الجزء محكمة، تبقى محكمة وفيها كل أدوات الدراما وفيها كل الأساليب اللي تخلي الناس تتفرج وتبقى مرتبطة. يعني أعتقد النجاح مثلا الاختيار أو نجاح حتى بطلوع الروح أو ما شابه مرتبط بأن تكون حالة يعني شعورية بين المشاهد وما بين الأبطال، سواء حتى من الجزء الأولاني في الاختيار وصولا لآخر الأجزاء في طلوع الروح وفي الأعمال الأخرى المماثلة، يعني صحيح ان الناس تشعر ان الاشخاص دول اللي بيقوموا بهذه الاحداث هم بشر زيهم بشكل او باخر واتحطوا في هذا الموقف فبيتورطوا معاهم. يعني ده جزء. الجزء الثاني كمان له علاقه بمساله ان تاني احنا برضو انا لا نبدا من الصفر، يعني انا 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 العمل اللي انا عملته ده برضو جاي انا نفسي اتفرجت على العائله واتفرجت على الارهاب والكباب واتفرجت على الارهابي وعلى اعمال اخرى تانية، وبالتالي كمان مواجهه حتى التطرف والارهاب مش بالضروره يبقى في اعمال تبقى كلها واخده هذا الشكل. يعني مواجهه الفكر يعني مش لازم كل الاعمال تبقى ضد، يبقى عنوانها ان احنا ضد التطرف علشان تبقى ضد التطرف، مش لازم كل الاعمال يبقى فيها حديث عن داعش او حديث عن الجماعات المتطرفه علشان نبقى بنواجه الارهاب. ممكن عن طريق مسلسل اجتماعي، عن طريق حتى مسلسل بوليسي، عن طريق اي انواع المسلسلات والدراما نواجه التطرف ده. وزي ما انت بتقول كده ده هو ده بقى الحرب الفكرية او المواجهة الفكرية، مش ان هي بتتوزع على عدة اشكال مش على شكل واحد بس مش اكتر. يعني ليه برضو الناس يعني اعتقد الناس مثلا ارتبطت بطلوع الروح علشان انه كان مدخله انساني اكتر منه، يعني في مأزق عندنا في بطلوع الروح شوية صعب ان برضو في اعمال كتير كلمت عن التطرف، في اعمال كتير كلمت عن داعش، انتوا هتعملوا ايه تاني يعني مختلف؟ مش من الدعي الاختلاف، انا كنت بدور طول الوقت المدخل اللي يخلي الناس من اول حلقه تتفرج، والا لو هما ما حسوا ان ده شوهد من قبل ما حدش هتفرج. يعني لو حسوا ان في مساله توجيه او مساله انه تعالى يا جماعه المشاهد جاي في التطرف سيئا برضه هتبقى مشكله، لان الاعمال من احيانا من تعددها ممكن تعمل حاله تشبع او حاله توقع.
فانت برضو بتشتغل، فانت حتى لما تبني وتيجي تكمل بيبقى عندك في حاله رفض كده وترقب ان انت هتعمله ايه يعني، فدي برضو بتعمل صعوبه لا باس بيها يعني. هو يمكن صحيح، يمكن في بدايه شهر رمضان في ناس خدت قرارات ووضعت واطلقت احكام مسبقه يعني، تمام يعني هيطلع ان داعش وحشين وان هم بيخطفوا البنات وحاجات زي كده. بالوقت لقينا انه في كم تفاعلات انسانيه كتيره جدا جوه المسلسل، واظنه ده فعلا هو سر نجاح المسلسل ده، وانه علق في ادمغه الناس التفاعل الانساني اللي حصل. بالظبط، وفي جزء من الهجوم كان بصراحه يعني كان مركز على إلهام شاهين يعني، عشان إلهام هي عندها موقف واضح صريح شديد. بالظبط، ودخلت في خناقات كتير مع الجماعات المتشدده يعني، وهم كمان برضو ما سابوهاش في حالها يعني. صحيح. فهم وطول الوقت الـ 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 اي حد يعني على السوشيال ميديا او حتى في الشارع او حتى لو دخلنا سوبر ماركت وفجاه حد مزعق وقال يا جماعه الراجل ده بيعمل حاجه ضد الدين، هتلاقي كل الناس رايحه تجري على الراجل ده هتضربه من قبل حتى ما يعني يستوعبه ولا حتى يسالوا مين اللي قال، ما حدش بيدور. فده اللي بيحصل في اي تجمع، في صوت يعني يطلع كده يتكلم على حاجه هي لا اراديا عندنا عند الانسان بشكل عام، موجود عند الانسان مش بس عند المواطن المصري يعني، عند الانسان بشكل عام. حصلت في العصور المظلمه في اوروبا لما قلنا يا كيف يعني محاكم التفتيش. بالظبط، فطول الوقت هو كده، فهم بيلعبوا على الحته دي صح، ان هم يعني يغذوا شعور الكراهيه ضد اي حد بيحاول يعمل حاجه تكشف مش حقيقتهم بس يعني ايه، تزيل يعني فكره ان هو جزء من قوه داعش او قوه اي جماعه متطرفه، الاحساس التصدير صوره ان احنا جامدين قوي، انك ما تقدرش علينا، ان انا وحشي على فكره، ده انت لو جيت قرب مني ده انا هقتلك. فانت لما تفكك الصوره دي شويه بشويه كده، وانت كده بتضربه في اهم ما يملك، مش سلاحه على فكره، هو سطوته، لان حتى داعش عندها كتاب اساسي اسمه اداره التوحش. طب ابو بكر ناجي بالظبط، اللي هو انا وحش وانت هتيجي عندي غصب عني، فما تهز صوره الوحش ده وتبين انه شخص عادي وبيجري ورا اهواء او رغبات، انسان يعني ممكن يكون فعلا في اوقات كتيره هو دموي وشرس، لكن في الاخر لا يحركه بالضروره طول الوقت يعني افكار كبرى، بل بالعكس ممكن يكون رغبته في انه بيحب واحده او غيره، انت كده بتضربه في اعز ما يملك اذا جاز القول يعني. انت عارف ساعات بحس ان ابو بكر ناجي ده وكانه ارى سيكولوجيا الجماهير جوستاف ليبون مثلا حاجه كده، وعنده استلهامات كده من الهجمات التتريه وطريقه هولاك، وهم كانوا بالمناسبه بيشتغلوا بنفس الطريقه، حاله من حالات الرعب المسبق قبل ما نخش على البلد تبقى البلد مسلمه. بالظبط، والا ده اصل لو دخلوا هيذبحونا، يبقى سلمهم وخلاص. بالظبط، وده اللي حصل في بدايه ظهور داعش. صحيح. على الصعيد العربي يعني في العراق وفي سوريا وما الى ذلك. طب انا هستاذنك هنروح لفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل على مساله، هل احنا على سبيل المثال في بطلوع الروح احنا بنكلمنا، احنا بنكلم مجتمعاتنا العربية او حتى مجتمعاتنا فيما يطلق عليه العالم الاسلامي الاكثر اتساعا، ولا احنا عاوزين او ان الاوان نكلم العالم لايجاد او بالادق لايضاح صورة؟ في فرق كبير ما بين مسلم او مسلمين او اسلام في جهة، وما بين فكرة جماعات متطرفة دينيا يعني، وإلا نحاسب المسيحيين على اللي عملته محاكم التفتيش وبعض البابوات في القرون الوسطى، برضو ده غير جائز. فيمكن ده قاعد طول الوقت شاغل مخي، احنا بنكلمنا ولا بنكلم الدنيا؟ فاصل ونرجع نكمل الكلام مع الصحفي والكاتب والمؤلف والسيناريست تاتشوت بالمناسبة عشان أنا قلت كذا لقب، محمد هشام عبية. استنونا بعد إذنكم. انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحصيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب خلونا نجدد الترحيب بحضراتكم، اولا نجدد الترحيب بكاتبنا الكبير ومؤلفنا الرائع محمد هشام عبية، وهسأل على المسألة كنا بنقول فيها، احنا بنكلمنا ولا بنكلم الدنيا؟ اعتقد ان احنا بنكلمنا الاول وبعد كده بقى نكلم الدنيا، او يعني لو يعني الاصل في المنتج بتاعنا يعني كتاب راديو تلفزيون، ان هو بيكلم الجمهور بتاعنا، واحنا ما شاء الله يعني مصر كم مليون والوطن العربي كم مليون والعالم الاسلامي كم مليون يعني. فاعتقد من الاولى طول الوقت ان احنا اي حد اي منتج حتى يعني بيكتب في امريكا هو بيتكلم عن المجتمع الامريكي اولا، وبيرصد الحاجات اللي فيه، وبعد كده لو بقى الحاجات دي تمست انا معايا وانا بقرا الكتاب ده في مصر او في غيرها اوكي. المسألة هنا يمكن شوية فيها يعني اختلاف، لان الارهاب او التطرف ده حاجة وباء ضارب العالم كله يعني، مش بس عندنا. بس انا بصراحة طول الوقت
يعني أنا لا أرفض نظرية المؤامرة على إطلاقها، لكن لا أميل لتفسيرها طول الوقت. يعني مسألة يعني طول الوقت مجهول مثلا هو ليه داعش ظهرت هنا ما ظهرتش مثلا في أمريكا اللاتينية ولا شمال آسيا، ولو أنهم موجودين هنا وهنا دلوقتي. بس أعتقد أن البيئة في المنطقة العربية بتسمح بأن التطرف ده ياخد شكل أكثر عنفا من حتى اللي موجود في أوروبا وأمريكا. ما حتى في أوروبا وفي أمريكا تصحى الصبح تلاقي شخص ينتمي لجماعة متطرفة ضرب رصاص على 12 واحد 13 واحد في مدرسة ولا في مسرح ولا في واتيفر ونايم مروح اتقتل ولا واتيفر يعني. بس في الآخر هناك الإرهاب أو التطرف البيئة اللي هناك شوية أعتقد أنها بتقدر تحتويه، بتقدر تخليه في نطاق محدود نوعا ما. هنا الظروف كتير خاصة بقى بالمنطقة، لأن المنطقة طول الوقت غير مستقرة. احنا يعني دور كده على الوقت اللي فيه المنطقة العربية أو الشرق الأوسط ده كانت هدوء، ما فيهاش ضرب، ما فيش فيها رصاص بتضرب، مستحيل مستحيل يعني. على مدى تقريبا قرن من الزمان ما فيش يوم ما فيش رصاصة ضربت في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط. فالطبيعة دي طبعا في دول بقى ذات إرث استعماري وما إلى ذلك لها يد في الموضوع أكيد. دول الاستعمارية القديمة عندها رغبة طول الوقت بأن المنطقة تفضل قلقة، وبالتالي تقدر يكون لها يد في دولة واثنين وثلاثة واربعة، ده أكيد. لكن يبقى أن أعتقد أن الداء عندنا إحنا بالأساس في طرق تفكيرنا، طرق تربيتنا، طرق تعلمنا، بنواجه ده دلوقتي بنسبة كبيرة لكن طبعا المواجهة تمتد وتستمر. وبالتالي أرجع للسؤال، أعتقد طول الوقت المنتج هو يعني لو روح موجه للمشاهد العربي بما فيهم المشاهد العربي الذي يعلم، المشاهد العربي الذي اللي كان مستغرب انتوا بتعملوا ليه تاني عندهاش، ما احنا عارفين ان هم وحشين. ما انا عارف انك عارف ان هم وحشين، بس انت ما تعرفش قوي هم يعني. ولذلك المشروع ما كانش يعني يذهب الى مساله، يعني هو تجاوز مساله ان داعش وحشين. يعني انا بادئين عن احنا يعني هنتجاوز الاساسيات والاشياء المنطقيه ونخش بقى فيما هو في درجه اعمق شويه، او نحاول ندخل فيما هو اعمق شويه. فاحنا بادئين ان دول وحشين ودول قتلين قتلة وما الى ذلك، لكن تعالى بقى ندور في الناس، في جارك اللي كان جنبك في البلكونه وصحيت تاني يوم الصبح ما لقيتوش، لقيته هناك في بنت خالتك اللي كانت انت تعرف ان هي ملتزمه وما الى ذلك، لكن فجاه بقت هناك وكل هؤلاء بقى. دي بقى هو ده بقى اللي احنا يعني حاولنا نعمله في مطلوب الروح علشان نوصل لمنطقه اعمق من مساله ان هم اشرار ولا مش اشرار. لان انا طول الوقت حد كنت بقول ان الصراع هنا مش صراع ما بين تيار ديني وتيار فكري، ولا هو صراع ما بين الفطره الانسانيه العاديه احنا كبشر وصراع بين الوحشيه على الجانب الاخر. فانت بطبيعه الحال هتلاقي نفسك منحاز لفطرتك اللي هي ضد اي حاجه وحشيه، ضد قتل، ضد اغتصاب، ضد حتى قهر او سلب حريات لاي شخص ايا كان. فانت هتنحاز لا اراديا، هتلاقي نفسك منحاز وانت بتتفرج للطرف اللي بيعبر عنك انت، حتى لو كان الطرف التاني ده في المسلسل او في غيره مليان بقى حاجات مش كويسه. يعني احنا بشر كلنا اكيد اللي يعني اللي بتواجه، لما انت بتواجه شر زي داعش مش بالضروره تكون انت ملاك. يعني ما انت ممكن تكون يعني فيك شيء من الشر او سوري يعني، او شيء من الاشياء الانسانيه الطبيعيه العاديه يعني. فهو ده كان الفكره ان احنا بنوجه بقى يعني المسلسل موجه بالتالي للجمهور المصري العربي. وفي نفس الوقت يعني لا اخفي برضو ان انا كان عندي شويه كده ايه غيره ان هو ايه، طيب ما يعني شفت اعمال اتعملت عن داعش من الداخل يعني عربيه، وشفت اعمال اجنبيه اتعملت. بصراحه طول الوقت كان عندي احساس ان اعمال الاجنبيه ممكن تكون فيها سنه اتقان اكتر، لكن فيها سنه استشراق كده اللي هو احنا بنعمل عنكم وانتم نماذج، مع ان انا ما بحبش هذه النظريه، بس هي لا اراديا بتتسلى ليك وانت بتتفرج في حته ان هم ايه ده انتوا شوفوا عملتوا ايه فينا وداعش ومش عارف ايه، احنا بنعمل عنكم افلام ومسلسلات كويسه واحسن من اللي انتوا بتعملوا. فكان عندي ده مش معناه ان اللي عملت عملت عن داعش عربيا ما كانتش كده، لكن اقصد ان دي يعني من بتطلع روح من الاعمال القليله او قريبه يعني دلوقتي اللي حاولت تتكلم على مساله التجنيد، على مساله بعمق اكتر شويه، على مساله كيف كانوا يعني تدار دولة داعش من الداخل. أغلب الأعمال التانية كان شوية فيها الطابع اللي له علاقة بالأعمال الإرهابية اللي نفذوها، أو طابع مخابراتي أو طابع بوليسي. يعني كان ده كان مقصود طول الوقت إن احنا ندخل جوه شوية. وبصراحة لولا إن الأعمال السابقة مهدت سواء بقى من الثمانينات والتسعينات وصولا بقى للأعمال، كل الأعمال اتعملت بعد يناير 2011 يعني
واللي كانت بتواجه الإرهاب بشكل أو بآخر، برضو ساعدتنا أن الجمهور يبقى متقبل أن مسألة هنتفرج على مسلسل بيتكلم عن التطرف، بيتكلم عن داعش، بس خلينا نشوف هيقولوا إيه. يعني كان في جمهور يعني عنده الحتة دي، طب نتفرج نشوف أول حلقتين ثلاثة كده هم هيقولوا حاجة جديدة ولا هيعيدوا اللي اتقال قبل كده. هي كلها يعني أي حد حط طوبة في هذا البناء اللي هو مواجهة التطرف بأي وسيلة، كتاب، مقالة، راديو، تلفزيون، يشكر، لأن هو بيساعد اللي جاي وراه إنه يطلع خطوة أعلى شوية. طب خليني أتفق معاك في حاجات واختلف في حاجات. طيب. أنت عارف اللي هو مسألة الغرب اللي لما بيجي يعمل صناعة لفيلم أو لدراما متعلقة بداعش بتعمل بطريقة هذه ثمراتكم يعني الفاسدة. يعني عارف محمود درويش لما كان بيرفي على ياسر عرفات هذا أخوكم، هذا صديقكم، هذا رفيق دربكم، رحم الله ياسر عرفات وعيط. بس هنا محمود درويش بيحب ياسر عرفات. هو هما الاثنين جزء من حياة بعض ورفاق، والضرب واحد والمقاومة واحدة والكفاح واحد، لكن الغرب طول الوقت شايفين ثمرتكم الفاسدة، وبالمناسبة انتوا فاسدين بس هي اكثر فسادا. هنا الاتفاق، الاختلاف فين؟ فاكر الفيلم الشهير Saving Private Ryan، انقاذ الجندي راين؟ هو ده مش فيلم رايح للأمريكان، هو ده فيلم رايح للعالم، يقول إزاي أمريكا كلها مستعدة. وده كان فيلم بالنسبة لي غريب جدا، إنه كتيبة بالكامل تروح عشان ينقذوا واحد. طب أنتوا رحتوا موتوا نفسكم عشان تنقذوا واحد؟ ده بالنسبة لي مش قادر أفهمه لحد اللحظة العبرة إيه. لكن هو بيتكلم مع العالم إنه إحنا هنبذل الغالي والنفيس حتى ولو كانت إزهاق أرواح الزملاء دول عشان خاطر ننقذ هذا الرجل. يبقى احنا ليه ما بنعملش كده عشان ما حدش يقول هذه ثمرتكم الفاسدة؟ احنا عاوزين نتكلم مع الناس دول. يعني قد يكون بقى الانتاج العربي المشترك، لانه واحد لوحده مش هيسقف او ايد لوحدها ما بتسقفش، ليه ما بنعملش كده؟ هل الفكرة دي جالت بخاطر محمد هشام عبية؟ موجودة، بس هنا هي برضو مسألة أدوات. يعني في إنقاذ الجندي رايان ده، حتى في الآخر يعني السينما الأمريكية والمنتج الإعلامي الأمريكي غصب عننا هو قوة مؤثرة وموجود في كل دول العالم، وبالتالي زي ما انت بتقول كده هما عايزين يطلعوا رسالة زي كل. على فكرة أنا كمان كنت بستغرب لما يعملوا مثلا أفلام لها علاقة يعني بحدث وطني أمريكي قوي ومؤثر، والفيلم يلاقي نجاح في العالم كله ويحقق ايرادات كبيره. هو طبعا ده لا اراديا بيرسخ حاجه ذهنيه في اللي بيتفرج ان امريكا دي دوله يعني قويه وان الانسان فيها مهم وما الى ذلك، وان ما تشوف انت كمان حتى يعني في افلام ما تشوف بقى العالم الامريكاني بيرفرف في اخر الفيلم. طبعا لازم جسمك يقشعر مع انك مش بتاعهم، مش بتاع بس فاكر انت امريكاني ولا ايه؟ فعلا. فهو طبعا دي افلام كمان فيها جزء دعائي اكيد طبعا، ولو في اي حد يقول عكس كده يبقى يعني هي واضحه. واضحه تماما، ده جزء دعائي جدا. يعني نعمل ده بس برضو ارجع اقول لك ان انا يعني انا شخصيا مهتم بالمريض اللي جنبي اكتر ما اكون مهتما بالرجل يعني كامل الصحه اللي في امريكا في امريكا. يعني انا عايز يعني برايي ان لا يمكن لو الاعمال الدراميه بتاعتنا عملت شويه بس خلخله كده في التفكير الجمهور العادي، اللي هو جمهوره الجمهور العادي مش هنا بس، قصدي الجمهور قاعده الجماهيريه الكبيره اللي هو يعني بيتفرج وبيتلقى، تغير بس مسألة ان هو، وده اللي بيحصل دلوقتي بشكل ما، انه مسألة انه يزور احكام على اشياء من غير ما يفكر فيها، انه يبقى سهل التجنيد لأي تنظيم متطرف، انه يبقى هو تدريجيا هيتمثل قوة ضغط وقوة حماية لنفسه ولأسرته والمجتمعه، وبالتالي في الحالة دي بقى انا ممكن اقدر اقف يعني قصاد بقى الافلام الامريكاني وكده اقدر اقول. يعني بقعد افكر في انه ليه طول الوقت تقال ان هذه ثمراتكم، طب ليه ما نقول لهمش وهذه فسيلاتكم المسممه ما انتوا زرعتوها؟ يعني ما هو المفروض ان الناس تبقى عارفه انه الكونجرس الامريكي هو اللي صوت على توريد صواريخ ستينجر لطالبان زمان. يعني صحيح، ده على سبيل المثال للحصر. دي بقى احد الطموحات عندي، يعني ان انا اعمل يعني ارجع للمناطق اللي هي دي اللي انا يعني اللي هي ممكن تكون متداريه بقى في كتب التاريخ او حتى معروفه بس مش معروفه لكل الناس يعني اللي ماشيه في الشارع، مش متداوله طول دول. عايز دي بقى الحاجات دي، يعني مثلا ده ما حصل في طلوع الروح، الاتفاق اللي حصل أيوة. في اخر حلقتين كده ما بين قوات التحالف اللي اوكي شركه القوات الكرديه في انها تخرج الدواعش من الرقه وما اقول لذلك، بس في حصل اتفاق ان 400 مقاتل داعشي يخرجوا بكامل اعتادهم
ويطلعوا من الرقة عاصمة دولة الخلافة ويروحوا مدينة اسمها الباغوز، ومن هناك قعدوا سنتين يعيشوا في سوريا وفي العراق وفي العالم كله قتلا ودماء. دي من الحاجات اللي انا بقولك بحب حد يعني احب جدا ان انا انطلق منها ومررها في الدراما يعني، ودي حدث حقيقي وموجود ولا يذكر كثيرا يعني. فلما الناس تشوفوا بقى دراما فعلا، ده الناس دي برضو لها ايد مش خالصة يعني طول الوقت. هل وانت بتكتب بتفكر بعقلية الصحفي؟ هذا سؤال مهم. تفتكر؟ زي كل الأسئلة مهمة بس يعني. لا أنا طول الوقت أدين للصحافة بكل حاجة صراحة يعني. يعني أدين ليها بمسألة الأساس في أي صحفي إنه هو يلتقط من الأشياء العادية العابرة حاجة تصلح لأن أن يقرأها الناس وهو يشتغل عليها. إعلان في جورنان، خبر عابر، حاجة ظاهرة هو سمع عنها، كل ده دي أدوات الصحفي الأساسية قبل حتى ما يكون بيقدر يكتب كويس، إنه يبقى عنده قدرة على التقاط شيء يبدو للعامة إنه عادي لكن هو يلتقطه يعني. فأنا أفكر بطريقة الصحفي حقيقة يعني، ولكن لما أجي أكتب دراما بكتب كسيناريست يعني، بخلع بقى الصحفي وألبس بقى الروب بتاع السيناريست وأبدأ أكتب ككاتب درامي المفروض يعني انه عنده معرفة بقواعد الكتابة الدرامية اللي هي بنت عام الصحافة لكن بشكل تاني بأدوات تانية بأسلوب تاني. يعني انت عارف دايما انا اقول انه اصل اكيد انا دايما وانا بتابع، حتى مرة كنت بتكلم مع صديقنا المشترك احمد عيد قلت له عبية تحس دايما ان هو في اي حاجة يعني حتى ولو مشارك في الكتابة هتلاقي في حتة كده بتاعت أنف الصحفي، لأنه دايما في لغز ما يجب أن يحل أو هناك لقطة ما يجب أن يركز عليها. فعيد كان يقعد يضحك قال لي أيوة فهو، وأنا بظن أنه ما فيش صحفي بيعرف يتخلى دايما عن الملكة دي تحت أي ظرف من الظروف. ده حقيقة جدا يعني. وبعدين كل يعني مركز يعني العظيم قال ان الصحفي اجمل مهنه في العالم، ودي حقيقه فعلا، لانك انت من خلال مهنه الصحفه دي انت معاك كمان تقدمنا كل المهن يعني، بس انت من خلال الصحافه اللي هي بقت متعدده الاشكال دلوقتي مش كلها اللي بتكتب بقلمه او بالكيبورد يعني، بتقدر فعلا تشوف تصنع عالم جديد وتكشف عن حاجات محدش يعرفها. وبالتالي بتفضل سمه داخلك فكره انك بتجري ورا حاجه عايز، مش بس انت عايز تعرفها، انت عايز تخلي الناس تعرفها. ودي فضيلة عند الصحفي كمان ان هو يعني المعرفة لا يختصرها على نفسه، انا عايز اعرف الدوائر القريبة والبعيدة، عايز اعرف الناس كلها باللي هو بيحصل من وراهم. واحيانا دي بتبقى كمان يعني مثيرة للإحباط لأي حد عمل في الصحافة او في الإعلام حتى بشكل عام، لانه احيانا بيشتغل على يعني على فكرة او على تحقيق او على مشروع طويلا ثم يجد رد الفعل لا يتناسب مثلا مع المجهود او الخطورة حتى اللي تعرض ليه، لكن في الاخر عزائك انك انت بتعمل الحاجة اللي انت بتحبها وبتمارس دورك في انك يعني مش تكشف عن الحقيقه يعني، ان على الاقل القصه لا تروى من وجهه نظر واحده يعني، الصحفي كان موجود فعينه غير اي عين موجوده في المكان اي طرفين يعني. حتى صحفي الحروب ده انا كنت وانا صغير بفكر هو بيروح يعمل ايه يعني، انت بترمي نفسك في وسط ناس واللي بقى وانا احكي لك صحيح احكي لي انت بس في جزء طبعا في جزء طبعا في جزء شخصي اللي هو اللي هو بيحقق جزء يعني ممتع داخلي له، وفي جزء تاني اللي هو فعلا ان لازم في وسط الفوضى والحروب دي لازم يكون في طرف تالت عين تالتة هي اللي تقول للناس يا جماعه هذا مجرى، لانك المنتصر بيروي بروايته والمهزوم بيروي بروايته، لكن الصحفي هو بقى الطرف التالت المفروض يروي الحكايه كما جرت يعني. طيب احنا فاصل ولا حاجه؟ دقيقتين. طب حلو ممكن في دقيقتين دول نحاول نعمل شكل من اشكال الدردشه. انا بقعد افكر ليه بسالك على مساله الصحفي، هي المساله انت عارف طالع بقالنا فتره ان احنا بنتفرج ساعات على بعض المنصات ما يطلق عليه الدوكيو سيريز، فانا اقعد مثلا اتفرج على حاجه متعلقه بالحرب العالميه الثانيه، هي جزء منها التوثيق الفعلي والحقيقي وجزء منها هي فيها بناء درامي وقد يكون فيها حوارات هي من خيال الكاتب والمؤلف والسيناريست وما الى ذلك. في رايك هل دي خطوه مؤجلة عند محمد هشام عباية ولا مش موجودة دلوقتي؟ وهل هي أصلا خطوة مؤجلة لدى الإنتاج المصري أو الإنتاج العربي؟ هل هي مهمة؟ هل إحنا محتاجينها؟ مش محتاجينها؟ لا طبعا محتاجينها، محتاجينها أكتر من سبب، لأن هي يعني طول الوقت إحنا يعني مفروض نلاحق الجديد في اللي بيحصل في كل حاجة وفي الدراما تحديدا. والدراما التوثيقية دي مهمة لأن هي فعلا حلقة وسط ما بين العمل الصحفي والعمل الدرامي.
ومثيرة جدا انك تتفرج على اشخاص حقيقيين واحداث حقيقية، ويمكن بعضها يكون لسه حاصل من سنين او من اسابيع، وتشوف الحاجة دي لايف قصادك في الحياة. انا مثلا يعني كنت بحاول يعني احضر مهرجان الجونة بانتظام، لان هو بيقدموا افلام وثائقية ذكية جدا، وانا طول الوقت كنت مهتم بمسألة داعش وكده. بس مثلا شفت فيلم وترشح حتى كان للأوسكار، يعني افضل فيلم وثائقي في الشورت ليست، سوري، كان المخرج اسمه طلال الدوريكي، اسمه عن الاباء والابناء. ده هو 3 سنين الفيلم بيتصور، 3 سنين هو ملاحق، هو كاميرته بتلاحق شخص قيادي في داعش داخل احدى المدن السوريه، ومش بيرصد بقى ظروفه في الحرب، بيرصد ازاي انضمامه لهذا التنظيم غير حياته تماما، من اول جسديا، لانه بدا في اول الفيلم بكامل صحته، في اخره كان مبتور الساقين، فقد كم طفل من اولاده، ومع ذلك لا يظل متمسكا بافكاره الدمويه. فانت بتتفرج هنا على فيلم انت يعني اقرب الى فيلم الى يعني دراما الواقع، الابطال حقيقيين والرصاص ده حقيقي واللي بيحصل ده حقيقي، وانت شايفه على الشاشه وبيستغرق بالسنين، بالثلاث والاربع والخمس سنين. لا بالعكس، انا احب جدا هذه الدراما وهذا النوع من الكتابه، لكن هي طبعا مشكلتها الرئيسية الإنتاجية طبعا. لأنها نفس طويل للغاية جدا، وفي نفس الوقت بتحتاج سن التفرغ. وهو بصراحة شغلانة الدراما أو الإنتاج أو السينما أو العمل الإبداع بشكل عام، في حتة كده اللي هو لازم تعملها وتيجي على نفسك، يعني لازم تعمل يعني كل كام سنة كده تعمل حاجة أنت ترضي بيها نفسك، بدلع بيها نفسك. بالظبط. ودي الحاجة اللي أنت بعد كل شوية بتبص لها باعتزاز، يعني برغم من كل اللي أنت يعني ممكن تكون ضحيت بيها عشانها أو تعبت كتير فيها قد إيه، بس هي دي فعلا اللي بتبقى طالعة فيها حتة من روحك حقيقي. بس أنا شخصيا يعني مش بقول إن أنا بشتغل يعني في الأعمال دي الدرامية يعني كموظف، لا، أنا في يعني اعتقد ان في جزء من ان بعض الاعمال اللي كتبت فيها يعني وصلت للناس، ان هي فعلا مكتوبه يعني بطلوع الروح، مكتوبه يعني من جوه الواحد وبقناعه حقيقيه بالشخصيات وبالبحث اللي وراها وكده. ففي مجهود لازم دايما اللي بيبذل مجهود في حاجه بتطلع للناس وبتوصل لهم، ويمكن ده سر احيانا نجاح اعمال وفشل اعمال تانية متوقع عليها النجاح الكبير، لان الاعمال التانية اللي ما حققتش نجاح ممكن تكون معموله وفقا للمواصفات، وفقا لكل حاجه تمام زي الفل، لكن حته الروح بقى واللي من جوه والتعب، ودي ما حصلتش قوي بما يجب يعني. طب انا استاذن هروح لفاصل، عايز ارجع بعد الفاصل هتحكي لي وانت بتفكر في كتابه المسلسل ده كنت بتفكر في ايه؟ بتشتغل عليه ازاي؟ الجهد اللي بوزل عشان في الاخر خالص اوصل الى مسلسل اظن انه مفيش حد من او مفيش مقال نقدي اعتبر المسلسل قليل او نص نص، مفيش، الحمد لله والشكر لله يعني. الحمد لله. وبالتالي عشان اقدر اوصل لده، محمد هشام عباية عمل ايه؟ كان بيفكر في ايه؟ بيشتغل ازاي؟ الجهد اللي بذل، بحثه، قرايته الى اخره، زي ما كده قريت اداره التوحش لغير المغفور له ابو بكر ناجي، فاذا كان شخص اسمه ابو بكر ناجي اصلا. هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. انتوا مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب والله كنا قاعدين عمالين نتبادل مجموعة من الذكريات اللطيفة عن صديقنا العزيز المشترك زميلنا إبراهيم جد، أكيد سمعنا إبراهيم. أنا كنت بحكي على ليبيا وسوريا بصراحة يعني أنا يعني تجربة إنسانية، إبراهيم طفل كبير، طفل في هيئة رجل كبير. المهم خلونا نجدد الترحيب بكاتبنا ومؤلفنا الكبير محمد هشام عباية. كنت بتكلم على محمد هشام عباية عمل إيه عشان يطلع بطلوع الروح. ده سؤال برضو مهم زي الأسئلة السابقة. هو باختصار من 2013، من أول ما ظهر هذا الكيان الغريب داعش ده، هما الدولة تأسست في 2014. أنا كان عندي حالة يعني أنا وقتها طلعت منحة كده تبع الخارجية الأمريكية، ورحت الولايات المتحدة تبادل يعني ثقافي وصحفي وإعلامي كده مع زملاء من دول عربية 3 أسابيع، وهناك قابلت صديق. بصراحة كنت أول مرة أسمع مصطلح داعش هناك، كان لسه هما يعني الغرب لسه بيشوف هيسميهم إيه في الوقت ده. هو داعش أصلا مسمى يعني يعتبر غربي، مش صحيح ما بيطلوش على نفسهم، ده بيقولوا تنظيم الدولة أو أرض الخلافة يعني.
فهناك سمعت المصطلح وهو كان عنده خوف شديد جدا من اللي جاي في المنطقه يعني. فرجعت قلت يعني ادور، فجاه لقيتهم في 29/6/2014 خدوا تلت سوريا وخدوا تلت العراق وفتحوهم على بعض بقت دوله. كان الموضوع بالنسبه لي مثير للخوف والرعب جدا والتفكير. بقى من هنا بدات اقرا كل التفاصيل، كل همي مش بس هم ازاي خدوا الارض، هي الناس اللي بقى اللي في الرقه والناس اللي في الموصل والناس اللي اهل البلاد دي عايشين ازاي. وبصراحة كان في تحقيقات صحفية كتير في الصحف العربية زي الحياة اللي توقفت اللندنية والشرق الأوسط، كانوا ليهم صحفيين غالبا من أهالي المناطق كانوا بيكتبوا تفاصيل التفاصيل عن اللي بيحصل جوه. وبدأت بقى أكون وجهة نظر عن الناس دو عايشين إزاي وأفهم يعني عندهم فلوس، عندهم مدارس خاصة بيهم، عندهم تنظيم له علاقة بإدارة شؤون المرأة اللي هو اللواء الخنساء. بدأت أكون عن الموضوع. فضلت في بالي طول الوقت انا عايز اعمل حاجه عن هذه المرحله الزمنيه السوداء في تاريخ المنطقه يعني، بس مش عارف برضو اعمل ايه بالظبط. فكرت اكتب كتاب، بس طبعا كنت عارف انه اثره مش هيبقى بنفس القوه بتاعه الدراما. ولما يعني انتقلت بقى للدراما في 2016 كده وبالتزامن مع عمل الصحفي يعني، فضل الموضوع جوايا. الصيف اللي فات عملت مسلسل اسمه 60 دقيقه عن مخرجه الصديقه مريم احمدي بطوله ياسمين رئيس والفنان السوري الجميل محمود نصر، ويعني كان له صدى جيد. فالشركه المنتجه طلبوا مني البحث عن فكره عشان تبقى لمنى شلبي في رمضان. كان بالنسبه لي يعني طبعا المشروع رمضان لاي كاتب سيناريو هو كويس، لكنه عارف انه بيبقى داخل في يعني منافسه شديده الشرس وفي عمليه انتحاريه يعني معجنه، لان ليها بيبقى ضوابط كتير قوي في الكتابه وما الى ذلك يعني. بمنتهى الصراحه يعني قدمت فكرتين ولم يتحمس احدا يعني. وفي يوم كده بشرب كوبايه شاي وبقرا جورنال الشرق الاوسط، لقيت تحقيق صحفي معمول عن مخيم اسمه مخيم الروج ده في شمال سوريا، موجود لغايه دلوقتي. التحقيق ده نشر في شهر اغسطس اللي فات، والصديق الصحفي كاتب فيه وصف للمخيم. المخيم يضم سيدات كانوا في مرحله ما زوجات قيادات داعش، او حتى كانوا موجودين يعني مش لازم قيادات يعني رجال من داعش، لا اما قتلوا الرجال لا اما اتقبض عليهم، وبالتالي هم مش عارفين يودوا الستات دول فين من 60 جنسيه. فخدوهم عملوا لهم مخيم في شمال سوريا سموه مخيم الروج، حطوا فيه 2500 سيده، فيهم بقى اللي راحت غصب عنها اصلا داعش، فيهم اللي هي متطرفه اوريدي، فيهم اللي هي بدات تفوق، فيهم اللي لسه في الغيبوبه، كل هؤلاء هناك. فهو كان بيكتب عن الظروف اللي هناك، والتقى سيده مصريه هناك لم يسميها طبعا. والسيده دي بتقول انها راحت مع جوزها من 3 سنين قبل ما كانت داعش موجوده يعني. داعش ظهرت في يونيو 2014 وانتهت في اكتوبر 2017 كدوله على الارض. وان هي جت معاه يعني من مصر لداعش، وجوزها قتل، وبعد ما اتقتل في المعارك هي وابنها وولديها يعني قاعدين في المخيم. طبعا المخيم ملوش اي وضع قانوني دولي، فما ياخدش بقى اي دعم، مفيش اي معونات تحت ايده، شغال كده بالاكراد بيديروه بالمحبه كده وبعض المنظمات الاغاثيه. وظروفه طبعا صعبه جدا، في بقى عمليات اللي هو قتل وسرقه وفي كمان مساله تتعلق بان هم بيعيدوا احياء التنظيم من عن طريق نسائه، بان هم بيجلبوا فلوس عن طريق البيتكوين وما الى ذلك يعني. فجاب بالي فكره ماذا لو هذه السيده المصريه اللي ما عرفهاش قررت انها تهرب من المخيم، وكتبت معالجه المسلسل على هذا الاساس. ويعني لسوء بقى ظروف ما متعلقه بالتصوير وضيق الوقت وعكسات كتير قابلتنا يعني في المسلسل، ما قدرناش نصور الجزء بتاع المخيم رغم ان هو اللي كان ملهم يعني للفكره بالاساس. وصورنا الجزء المتعلق بمسألة كيف كانت يعني داعش في شهورها الأخيرة، ورحلة الهروب بدل ما كانت تبقى رحلة الهروب بالسيدة المصرية دي في المخيم، بقت رحلة الهروب من الرقة عاصمة دولة الخلافة المزعومة دي في أصعب وقت ممكن، وقت ما كانت متعرض لقصف شديد وحرب عنيفة في شوارعها يعني. دي مرحلة الأولى، مرحلة الفكرة يعني. بعد كده بدأت مرحلة البحث عن التدقيق، لان احنا هنتكلم عن تاريخ لحد ما حي، في شخصيات هتبقى حقيقيه. فبدات اكون يعني اقرا في يعني ازود بقى قراياتي. انا اريد اصلا بقالي 8 سنين مشغول بالفكره وعندي يعني مش خبره بس يعني عارف تفاصيل كتير لا علاقه باداره الدوله تحت هذا التنظيم يعني. وبدات اكون بقى فخلاص بقيت عارف انا هشتغل في اي فتره زمنيه، وبقيت عارف انا هشتغل في اي خلفيه في هذا الوقت، الوقت الملتهب وفي حرب عنيفة وما إلى ذلك، وعارف هشتغل فين في الرقة. بدأت بقى أدور على الدراما، لأن أنا هنا خلاص بقى ده في الخلفية. فبدأت أدور على مسألة إزاي أكون علاقات درامية وتكون مدخل إنساني للمسلسل، لأن أنا برضو
مقرر ان المسلسل ده مش هيبقى توثيقي، يعني في جزء توثيقي لكن الاساس هيبقى انساني. يعني اغلب حالات التجنيد اللي بتحصل للناس في اي تنظيم متطرف يعني بتيجي غالبا عن طريق الاصدقاء او الاقارب. دايما الدائره الضيقه هي اللي بتقنعك بانه ما تيجي تجرب، ثقتك في صديق هي اللي بتخليك تروح اي مكان حتى لو سوبر ماركت او محل بقاله. فاغلب المجندين في هذه التنظيمات بيبقوا جايين عن طريق الاصدقاء او عن طريق الاقارب، فبدأت تكون يعني تدريجيا بقى تتولد الافكار والشخصيات، ان يبقى في شله جامعه كانوا في احدى الجامعات الخاصه يعني، وبعد شويه تفرقت بيهم السبل، فيهم شخص كان واخد الجامعه بمنحه فمن مستوى اجتماعي شويه اقل اللي هو مثلا السعداني، بينما الاخرين اللي هي منى وحاتم بينتموا لطبقه اجتماعيه اعلى شويه، لكن هم بينهم وبينه علاقه ما. بدأت تكون بقى طبيعه العلاقات والشخصيات، وقمت واخدهم بقى كلهم حطتهم في ذلك الجحيم هناك بقى في الرقة يعني. وبدأت أفكر في ده جزء. الجزء بقى التاني له علاقة، ودي أهم مرحلة في بناء أي عمل درامي يعني كما أعتقد، التكوين بقى النفسي للشخصيات. لأنه أول ما بقى تكتب سيناريو في 2016 كده كنت داخل حتة بالعافية اللي هو إيه، طب يعني الشخصيات هتعمل كذا وخلاص. فتلاقي نفسك أنت لو مش ماسك تفاصيل، يعني لو أنا ما أعرفش يوسف الحسيني دماغه إزاي وتفكيره إزاي وردود افعاله في المواقف المختلفه ازاي، هدخله مثلا في مكان يتعرض فيه الناس للاحتجاز وما بقاش عارف هو رد فعله ايه، هعطل، ما بقاش عارف انا شخصيه تفلت، ما بقاش عارف هو هيبقى خايف، هيبقى قلقان لما يروح مثلا زي سوريا زي ما انت كنت هناك بتغطي الحرب، هيبقى ثابت يعني وواقف ولا هيبقى قلقان من كل رصاصه ومتوتر. دي حاجات كلها لها علاقه بتكوينه بقى منذ الطفوله ومراحل تقدمه ودراسته وشخصيته وتجارب الحب في حياته وكل ده. فبدات ابني ده علشان ابقى يعني عندي قدره اعرف الشخصيات هتتحرك ازاي بقى وفقا لمساراتها. وبعدين بقى ربنا بيكرم بقى، بتلاقي الاحداث الاحداث داخله في بعضها وكده. كتبت اول خمس حلقات من المسلسل وبعدين استعنت بصديقي الصحفي والباحث علاء عزمي، لان هو صحفي لان اكتشفت بعد شويه برضو رغم ان انا يعني صحفي ورغم ان انا قاري وكده، الموضوع يعني بحره عنيف وممتد، ومع التطور بقى في كتابه السيناريو انت محتاج ظهر كده يسندك علشان انت ما تقعش في حاجه لها علاقه بقى بتوثيق او بمعلومه او بحدث مهم. لان احنا شغالين في مساحه كنا بندور مثلا في شهر اكتوبر 2017 ده ايه اهم مثلا العمليات اللي حصلت على الارض، فعلاء مشكورا يجيبها ويقترح حاجه فانا اخدها واوظفها في الاحداث ولا ما اخدهاش يعني. فالموضوع تحول بقى الى مشروع كبير بعد خمس حلقات، لان الخمس حلقات الاولى هم مهمين لاي حد هينضم للعمل عشان يبقى عارف العالم فين، الاحداث ايه، الزمن ايه، الشخصيات الرئيسيه ايه. بدات بعد كده بقى علاء عزمي، هو باحث متمكن جدا في شؤون الجامعات المتطرفه يعني، وعنده خبره في ده جدا، هو صحفي في الاخبار اليوم بالاساس وصديق يعني، فكان في بيننا تعاون. فبدا هو حتى في بعض الاحيان يعني في بيحصل مأزق درامي انا ما اعرفش مش عارف احله ازاي يعني، وصلتهم لمكان وبعدين المفروض نكمل مش عارف افكه، فهو يعني في احد المأزق الدراميه دي ساعدني بتفكير درامي له علاقه بطريقه تفكير داعش كان غايب عني مثلا، اللي هو مثلا الجزء بتاع ان السعداني او عمر ياخد البطله سبيه لانها وصفتهم في وهي بتتخانق بانهم كافره، فكافره في حكمهم بقت مش مسلمه، فمش مسلمه يقدر ياخدها بالظبط كده، رغم ان هي كانت مرات اصلا واحد من قيادات داعش، لكن بمجرد ما تفوت بكلمه الكفر بقت كافره وفقا يعني لفقههم، اذا هي مباحه للقائد لو اراد. وده كان مثلا وده دي تفصيله يعني ما كانش عندي، لكن هو قدر يركبها وبصها لي فساعدتني ان انا اكمل الاحداث في هذا السياق. احنا كمان اعتمدنا على كتير فعلا يعني، انا وعلاء بقى بالتوازي يعني اكتر من 100 مرجع فعلا، كنا عايزين نكتبهم على التتر بس يعني لصعوبات فنيه كده ما لحقناش، بالعربيه وبالانجليزيه والالمانيه لان علاء بيقول الالمانيه يعني، وكتب وفي حاجات كمان كتير استعنا بيها من انتاج داعش نفسهم يعني، هما كانوا عندهم منتجات مرئيه كتير وعندهم مجله اسمها ضابق وما اعرفش عندهم مؤسسات صحفيه، وكانوا بيسمحوا احيانا في بدايات وجودهم للصحفيين الاجانب يدخلوا ويصوروا وفقا لدماغهم. فاستعنا بكل ده، واستعنا كمان برضو يعني اهالي الرقه الابطال يعني كانوا في بدايات برضو بيصوروا تصوير سري للي بيحصل لطريقه ادارتهم للحياه، استعنا بكل ده، فكان كم كبير جدا من المراجع معانا
وكمان ده بقى ساعد الجزء الفني والتقني، لانك انت محتاج في فارق مثلا ما بين لبس داعش ولبس القاعده، في فارق ما بين القيادي بيبقى لابس ايه والجندي العادي لابس ايه، في فرق بين بيوت قيادات داعش من داخل والمواطنين العادي والاعضاء العاديين في داعش، بجانب بقى المواطنين العاديين اصلا اللي عايشين في الرقه اللي هم في نظري طول الوقت كانوا ابطال، ان هم زي اهالي سينا كده لما دخلتها اسرائيل هم فضلوا متمسكين بالارض وعشان عند امل ان هم في مرحله ما هيزيحوا هذا الاحتلال، كانوا محتلين بشكل او باخر يعني. فهي عمليه كانت مرهقه الصراحه، لكن الارهاق اللي هو اللذيذ اللي هو انت ما بتتعبش لانك انت جوه الاحداث ومستمتع وبتعمل حاجه انت بتحبها. المسلسل خد كتابه تقريبا 8 شهور رغم ان 15 حلقه بس. الكثير بقى من الدرافتات والدرافتات، وكان معانا الاستاذه كامله مذكري طبعا رائعه، طبعا كامله دي رائعه طبعا يعني. وانا طبعا كنت محظوظ لان هي بجانب يعني يعني لمستها الانسانيه في كل اعمالها، هي طبعا صاحبه خبره جد كبيره وعندها رؤيه وكان ليها يد طبعا في تطويع وتطوير احداث وشخصيات، لان هي دي كمان طبيعه العمل الدرامي، ان هو مش المؤلف بيكتب بالورق ويروح يتصور، لان يعني هو عمليه جماعيه بشكل او باخر، كل واحد بيحط فيها جزء كده من نفسه ومن روحه يعني. المخرج بيبقى له وجهه نظر، حتى الفنان يعني حتى لو التزم بالنص المكتوب وبالحوار المكتوب طريقه نطقه بكلامه ممكن هو كمان يقترح في وده حصل مثلا يعني. احمد سعداني كان دائما نقاش معايا هو ومحمد حاتم في بعض المشاهد ان هي ممكن يكون الجمله اللي اتقال هنا هو حاسس انها اتقال بطريقه الفلانيه، لانه خلاص هو احيانا هو بيدخل للشخصيه يمكن حتى اكتر من المؤلف، بيبقى داخل هو بلبسه بتفاصيله بيبقى جواه كده احساس بيدوب جواه فعلا، فيبقى هو عنده احساس لا مش هيقول هنا كده هيقول كذا. فانا لو حسيت فعلا ان دي ماشيه متناسقه واقوى ما يعني ما المانع في ذلك يعني. ودي نقطه، ودي جمال بصراحه العمل الدرامي والعمل السينمائي بشكل عام، ان هو كلنا بنحط ممكن البذره تطلع من المؤلف تطلع من المخرج، لكن بيجي كل عنصر وبيكون له نفس وروح، حتى فن الاضاءه حتى فن الصوت كل الناس دي بيبقى ليها، عشان كده فعلا الروح الجماعيه دي بتطلع عمل في الاخر بيبقى. وعشان كده بستغرب ان ممكن اعمال ما تطلعش كويسه، لانك انتوا عاملين حاجه وحشه بقى، لان يعني نواياكوا وحشه، لان المفروض كل واحد اللي بيشتغل بيطلع كل حاجه من جواه، فاكيد ان انت بتبقى كويسه يعني. هي غالبا تفتقر الحاجات لما بتقع اظنها تفتقر الى، هنخترع مصطلح، الارهاق الحيوي. ممكن ان هو انت تبقى بمنتهى الارهاق بس انت مستعد لبذل كافه طاقتك الحيويه بالظبط ايا كان شكل الارهاق ده، فانت بالزبط. تبقى تعبان بس لسه في عندك نشاط ذهني صحيح بشكل او باخر صحيح. في عندك حيويه للاستكمال يعني. انت مش بص، انت قلت لي دلوقتي مقطوعه موسيقيه اللي انت قلته ده بالنسبه لي فكره الاصرار على ان، وده يخليني يمكن وانا بقول لك ان احنا عايزين نستاذنك احنا فاصل ولا اوعى تقول لي عدد 2 دقيقة 2 بس هكمل حاجه عن الارهاق الروحي المتعلق بمساله مثلا يعني. انا كاتب وبكتب وبتعب وما انكرش يعني انا بتعب برضه، لكن مثلا لما تروح اللوكيشن في ظروف بقى قاسيه جدا، ظروف جويه يعني، احنا كنا مش بنصور في لبنان في يعني في موجه وصفت بانها الأسوأ في لبنان منذ نصف قرن. فانت بنصور مثلا بالليل فوق جبل درجه حراره ادنى من الصفر، وانا بتفرج كده انت عارف بقى قدر المؤلف ان طول الوقت يتامل يعني انتوا بتشتغل ازاي، انا واقف مش قادر اقف فعلا، لكن كميه من اول الكومبارس اللي كتير اللي موجودين اللي قاعدين يتدفوا مولعين نور، احنا مش بنجاهد بس احنا كل واحد بيعمل حاجه هو مخلص بيها يعني، ده اللي اقصد. الناس دي فعلا وطبعا كل الناس بتقبض فلوس في الاخر وكل حاجه عشان ما مفهوم، بس في الاخر انت بتعمل ده فعلا بجزء من روحك يعني. فما تروح لوكيشن وتشوف الناس تعبانه ازاي، وباللقطه الواحده بتتعاد ب6 و7 مرات عشان تطلع بافضل جوده في ظروف فعلا قاسيه جدا يعني. في مشاهد منا مصوراها المطر كان حقيقي مش في لبنان اي حاجه في لبنان حلوه جميله طبعا. انا احب لبنان بشكل تاريخي حقيقي يعني. طبعا ابويا الله يرحمه عاش اغلب سنين عمره في بيروت، فغالبا جزء مني بالميراث بيحب لبنان. وبعدين انا ما بشبعش من القعده في لبنان يعني خلص. اخر مره سافرت انا مش عايز ارجع، ده حقيقه. ده كده كنت لسه بقول لواحد صديقي زميلنا الدكتور ده اهلاوي محمد فتحي يونس كلنا ابناء الاهلي، بقول له عارف يا يونس انا بفكر ان انا يبقى عندي فلوس كتيره جدا 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 جدا، قال لي هتعمل بيها ايه؟ قلت له هروح اسكن في لبنان واجي كل يوم على البرنامج. ده نفس تفكيري هو صح مع بعض نيجي مع بعض يضحك. قلت له تخيل تبقى قاعد في الجبل كده في علاية ولا حاجه وبعدين تنزل تاخد العربيه تركب الطياره 50 دقيقه بقينا في مطار القاهره بالظبط، انا بحبها جدا. 50 دقيقه بقينا في المسبير و100 فل و14 يعني هم ساعتين هم هم بتوع من التجمع لمسبير ومن الشيخ زايد لمسبير هم الساعتين، بس قاعد في علاية
ايه الحلاوه دي؟ لا لا لا. لبنان جميل ورغم كل الظروف اللي هو الاقتصاديه اللي بيعاني منها يعني، لكن في جمال ساكن فيه. الجميل يظل جميل، ده حقيقه، ده حقيقه يعني. يتفقر يتغني جميل، لا لا لا، هم جمال. يكبر يتصابق جميل، ده حقيقه. وبعدين انا يعني في طاقه فعلا هناك بتخليك انت كمان مقبل على يعني، صح. دي موجوده طبعا في اي مكان جديد انت بتروحه، بس في لبنان في حته كده. وانا برضو طول الوقت كنت بحب اسافر لبنان، كل ما انوي يحصل حاجه، مره حرب، مره ثوره. فالمره دي الحمد لله ربنا اكرم وسافرت، بس حصلت الموجة البرد يعني، ربنا يستر بقى في المره الجايه. لا لا، هتعدي باذن الله زي كل حاجه، وهتعدي على لبنان، ويفضل لبنان دايما واقف بولاده زي ما بيتقال يعني. طيب انا اساسا هروح للفاصل بكل هذه الإيجابية اللي انت قلتها لي منك ومن علاء عزمي ومن فريق العمل عشان يطلع لي منتج متميز كده، بس هذا الجهد الذي بذل يخلي الواحد يقعد يسأل، وهنا يبقى السؤال فعلا رايح لمحمد هشام عباية أظنه في مكانه بقى من وجهة نظري، ايه هو الدافع اللي بيبقى جوه رجل، سيدة، شاب، فتاة ما عندوش اي مشكلة في حياته خالص، لا عنده مشكلة في العمل ولا مشكلة في الفلوس ولا مشكلة أظن ولا مشكلة أسرية، يعني عيلة متوافقين، بتدعشن ليه، بتتقعدن ليه، بتتأخون ليه، إيه اللي بيحصل؟ هموت وأعرف إيه اللي أنا ليه. واحد صاحبي الدعشن كان معايا في المدرسة، هو من عيلة ميسورة الحال وأرستقراطية قديمة من قبل 52، ودمه زي الشربات، وكل أصحابه بيحبوه، وبيشتغل في مصر ناجح جدا في شغله. إيه اللي دعشنه؟ والنعمة ما أعرف، هتجنن. فاصل ونكمل الكلام. ماشي. مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معانا مره تانية. والله كنا قاعدين عمالين بنحكي على قصه ازاي فكره الدعشانه دي بتيجي ازاي، فكنت بتكلم ونحن نجدد الترحيب بكاتبنا الكبير الحقيقه محمد هشام عبية على مساله ايه اللي يدفع بواحد او واحده عندهم كل سبل التحقق بل والتحقق بحد ذاته في كل حاجه، الاسره، العيله، الفلوس، الشغل، كل حاجه، ويدعشن او يقعدن. فقلت لي هقول لك، افدنا افادكم الله. واضح اني وردت نفسي، بس هو عموما قدر الامكان احنا عارف احنا بنتناقش عشان فعلا الناس تفهم وتستفيد. دي كان احد اسباب برضو اللي خلتني اكتب ادور في مساله الداعش دي حتى من قبل اكتب المسلسل كصحفي يعني، لان كمان بدات الاحظ ان في ناس جايه من الدول الاوروبيه يعني، برضو يعني جايين من بيئه اجتماعيه، فيهم ناس جايين من بيئه ممكن تكون بيئه اقتصاديه صعبه، ممكن يكون لهم جذور من المنطقه العربيه. لكن في ناس ثانيين كانوا دول 100% مواطن اوروبي جيد. اعتقد يعني فانت عندك نوعين بقى، النوع المواطن الاوروبي الذي ذهب الى داعش، والمواطن بقى المصري او العربي اللي هو بينتمي لطبقه اجتماعيه يعني تعتبر امنه ومستقره. صحيح. وراح الاثنين مشتركين اعتقد في ان هم عندهم شيء ما مفقود، وفي ظني بعد ما يعني كتبت حتى المسلسل، لاما دي حاجات بتبقى بتعود بقى لازمات لها علاقه في خلل نفسي ما بيحصل في مرحلة ما من العمر يعني عندهم، وممكن يحصل عندنا، بس انت بتيجي في مرحلة انت يعني انت ما بتروحش للأقصى حدود ردود الفعل المتطرفة، متطرفة في السلوك، مش في فكرة انك تبقى متطرف دينيا يعني، هو ممكن يعملها عشان عايز يثبت لنفسه وربما للآخرين اللي هما بقى دوائره القريبة يعني. مثلا واحنا بنفكر على سبيل المثال، كان معنا في المسلسل الدكتور نبيل القط الاستشاري النفسي المرموق، وهو كان برضو يعني احيانا بيجيله في العياده نماذج بشريه من كل حد بنصاب، فاي شخصيه هتلاقيها عنده مرت يعني او هو مر بتفاصيل لها علاقه بيها. فقعدنا ندور على مساله زي مثلا البطل في المسلسل عندنا محمد حاتم اللي هو بينتمي لطبقه اجتماعيه راقيه كده، هو قال لحد زي حاتم او حد زيه لابد ان يكون عنده ازمه مثلا تتعلق في الطفوله بالوالد، او ازمه عدم شعور بالامان ناحيه الاب، وليكن ان الاب مثلا كان متورط في فضيحه اخلاقيه، في فضيحه امن يعني، في عمل ما مشين، وهو طول الوقت بيحاول في اللاوعي بتاعه انه يخفي هذا العمل المشين اللي مرتبط باسم باباه يعني، طول الوقت بيتقال فلان ابن فلان، فهو عايز يغسله بحاجه اكبر
وكأنه بيداري على فضيحة الأب بعمل ضخم. إيه العمل الضخم اللي ممكن يعمله؟ إنه مثلا يلتحق بجماعة أو تنظيم متطرف إنه يمسك سلاح. في نفس الوقت بقى هو كمان في لحظة الهشاشة النفسية دي ممكن يتحول، يعني حتى عندنا مثلا بالنسبة للبطل اللي هو حاتم، هو صديقه اصطاده في مراحل ضعفه، عنده أزمة تتعلق بأن ابنه مريض بمرض ما بيأثر على حياته، فهو عنده إحساس كده يعني معايا فلوس وغني ومتعلم بس ابني تعبان تعب ملوش علاج. وفي نفس الوقت والدته توفت فجأة، فيها مجموعة بقى عناصر تانية بتحصل، يعني وكأن الكون بيتآمر على هذا الشخص في هذه اللحظة علشان يبقى هش، وبالتالي بيدور على حاجة تديله إحساس بأنه متحقق، حتى لو معاه فلوس، حتى يعني حتى لو معاه أسرة، حتى كمان في مرحلة ما، حتى يمكن في المواطن بقى الغربي يعني بشكل عام، لما بيوصل مثلا في المنتصف الأوائل الثلاثينات أو ما شابه أو منتصف الثلاثينات هو متحقق وعنده أسرة وما إلى ذلك، بيبقى عنده برضو أزمة اللي هو يعني أزمة وجودية، اللي هو حاسس إنه هو ما وصلش أو ما حققش الحاجة القوية اللي تخليه مثلا سايب أثر في الدنيا، بينما هو لو راح مثلا لتنظيم متطرف، لو صح الصبح ومسك السلاح ونزل قتل 7-8 في مالها ليلي ولا في مدرسة، اسمه بكرة هيبقى على كل الجرائد والمواقع، فهيشتهر. ممكن يكون مفتقد الإحساس بالاهتمام من الآخرين، ممكن يكون مفتقد الإحساس بأنه نجم في الشارع، وفي لحظة ما عقله بينفلت وبيعمل هذا السلوك سواء هنا أو هنا. فهي مجموعة عوامل، بس أعتقد أن الأساس فيها هو عامل أو عامل نفسية، يعني خلل. يعني أنا في رأيي أنه هو اللي بيتحول للتطرف من غير ما يكون، هو في سبب انك تبقى متطرف، بس اللي يتحول للتطرف من غير ما يكون عنده الاسباب التقليديه اللي تتعلق بمساله مثلا انه من مستوى اجتماعي مش جيد او انه عايز يثبت تحقق لاخرين، اعتقد يبقى في خلل نفسي بيحصل مع مجموعه عناصر بقى لها علاقه بطبيعه التغيرات الاجتماعيه. يعني في موجه كبيره مثلا من الناس راحوا لداعش في مصر بعد يونيو 2013، بعد ما تم تقديم الموضوع على انه يعني ضد الاسلام وما الى ذلك، تم اصطيادهم عن هذه الطريقه. صحيح. وما قبلها يعني، وبعد ثوره يناير نفس الكلام برضو، طول الوقت بيبقى فيه حدث شخصي بيتلاقى مع حدث عام، فبيخلي الشخص مهيئ انه يبقى يروح لأقصى درجات التطرف في السلوك، بغض النظر بقى السلوك ده هيبقى هيمسك سلاح ولا هيكتفي بأنه مثلا يعدي التفكير في علاقته مثلا بربنا بأقصى درجات التفكير، هي بقى بتختلف من شخص للتاني. طب فكرة العودة بتتبني ازاي؟ يعني عنده انكساراته الإنسانية أو الهشاشة العاطفية والوجدانية اللي عنده دي فأدت إلى دخوله لهذا التنظيم، اتلعب له في دماغه واتجند، طب إيه اللي بيخليه يخرج؟ هو الخروج فعلا صعب، انك انت بتروح الاماكن مش كده، هو بطلوع الروح. فعلا لكن كمان اللي بيروح بقى عن وعيه، وعن يعني بطلتنا في المسلسل كانت رايحه غصب عنها مخطوفه، لكن اللي رايح بتفكير ما من عنده او برغبه منه، ولو اكتشف بعد فتره ان اللي هو فيه ده عبث وانه مش ممكن يعني يكون بتقرب لربنا بانك بتقتل وبتذبح وبتغتصب النساء وكده، الخروج صعب. انت اشبه بانك رايح في تنظيم مافياوي، الخروج منه غالبا انت داخل مافيا، ما حدش بيخرج من المافيا، هتتقتل لانك بقيت شاهد عليهم وبقيت تمثل خطر عليهم، والخروج من هناك يكاد يكون مستحيل. لكن في حالات خرجت، في حالات دول بقى اللي ممكن يكون، يعني احنا في احد المصادر اللي استندنا اليها كتاب لواحد تونسي اسمه كنت في الرقه، كتاب موجود يعني، سافر داعش وبعد عدة أشهر بقناعة تامة وأنه راح يخدم الإسلام، راح في لحظة وعي كده قدرية بقى من عند الله، انتبه إن فيه ده مش طبيعي، فقرر يعمل رحلة عودة سريعة وعكسية، لأنه اكتشف إن هو اللي بيعمله ده مش أكيد مش إنساني، وخرج. وطبعا كتب الكتاب باسمه مستعار وما إلى ذلك طبعا. فهي دي الفكرة، إن هم أحيانا زي العوامل اللي توفرت إنك أنت تروح لهذا الكيان المتطرف، ممكن لما تروح هناك يكون انت عندك درجه من الوعي يعني ما كامنه نائمه بتستيقظ من مشهد ما. يعني في المسلسل مثلا برضو الوعي جاء للبطل اللي هو محمد حاتم لما شاف ان هو كان سبب في قتل طفل زي ابنه، فاكتشف ان هو مستحيل، يعني ممكن يكون غفر لنفسه كل الاعمال العنف اللي مارسها قبل كده طول الاحداث الا دي، لان مستحيل ان يكون دي لها تبرير. فهنا بدا وعيه يعود تدريجيا، وبدا يفكر ان هو ممكن يكون كان متورط في حاجه ما كانش لازم يتورط فيها، فوعيه بيعود تدريجيا، ممكن يعود بعنف، ممكن يعود بطريقه عنيفه زي هو مثلا مسك سلاحه وقتل رفاقه يعني في داعش في المشهد ده. لكن اقصد
هي مجموعة عناصر ممكن تتوافر في لحظة وممكن ما تتوافرش يعني في هذه اللحظة، وبتخلي السوق متغير. طيب واحنا في عندنا مساحة ما نقطع نكمل 3 دقايق دماء على ده. ده مشروع تأليف إبراهيم عيسى ويكتب السيناريو محمد هشام عبية في إطار مسلسل قصير على قد ما أنا فهمت. صحيح. هو الرواية طبعا الأستاذ إبراهيم عيسى والسيناريو وائل حمدي وأنا محمد هشام عبية. ووائل طبعا هو أدين له الفضل لأنه هو فتح الباب لي لأن أنا أدخل باب السيناريو يعني من باب ما يعني، وأنا بحب أتعاون معاه جدا. والمسلسل الرواية أنا قريتها من وأنا يعني شاب كده وفتنت بيها، لأنها بتتكلم عن سفاح، بس سفاح يعني كما يكتبه بقى أستاذ إبراهيم عيسى يعني. أيوة. في فترة زمنية كمان يعني كانت في مصر ساخنة وملتهبة، هي كانت في التسعينات في الرواية، احنا هنخليها في الثمانينات في الأحداث المسلسل. وبالصدفة لما كلمت وائل عليها يعني لقيته كمان أراها تقريبا في وقت متزامن، وهو برضو في يعني بعد التخرج بسنوات ومعجب بيها وفاكرها. وإن شاء الله يعني العمل يبقى، هو عمل قصير 8 حلقات، يعني بنحاول فيه بقى مش بس إن احنا يعني برضو ندخل جوه يعني أعماق الرجل الذي يقتل، لماذا يفعل ذلك بمقابل، لماذا يختار هذه الوظيفة يعني. هو ده يمكن شوية أحد الحاجات اللي بتشغلني أنا شخصيا، اللي هو مسألة إزاي شخص، لأن أكيد القاتل ده لن يولد قاتلا يعني، هو أكيد مر بحاجة مش دفاعا عنه، لكن أنا بحاول أفهم كيف يمكن للشخص ده بنحلل المسألة بالظبط، لأن هي يعني أحيانا الدراما بتختار يعني، ودي اختيارات إنك تبقى منحاز لطرف على حساب طرف، وده وارد، وده يمكن الدراما طول الوقت مصنوعة على كده. لكن في نوع تاني من الدراما إنك أنت طبعا بتبقى منحاز لقيم لكن مش منحاز لأشخاص، بتحاول تدخل جوه الأشخاص، حتى الشرير منهم، حتى الدموي منهم، وتعرف لماذا تحول. ممكن ده يكون سبب لفهم ناس في دوائرنا، وممكن يكون سبب لان احنا ننقذ حد يعني، وممكن يكون حتى على سبيل المعرفة يعني، مش اكتر ولا اقل. فيعني العمل ان شاء الله يبقى قريبا يعني، لسه في مرحلة الكتابة بس ربنا يسهل. وفي عمل بقى تاني يعني برضو هيبقى عمل قصير، هيبقى عن مي زيادة الأديبة اللبنانية المصرية العظيمة. يعني بقول مصرية، مولودة في فلسطين وتراعد في بيروت ومصر، بس يعني فيها لطشة مصر كبيرة طول حياتها تقريبا، كانت عايشة في مصر، وهي تعرضت لمحنة كده في نهاية حياتها بأنها تم زج بها في مستشفى الأمراض النفسية التي تعرف باسم العصفورية في لبنان. والعمل ده بقى أنا يعني من أحد أحلام يعني أحلام العمر الصراحة، لأن قريت الرواية للأستاذ وسين الأعرج الكاتب الجزائري، كاتب رواية عن الأحداث اسمها ليالي إيزيس كوبية. وأنا يعني بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج يعني اشترينا الحقوق بتاعة الرواية، وهنحولها لمسلسل باسم ليالي العصفورية. هيبقى قصير بقى، يمكن ما يزيدش عن 6 حلقات حتى، عن الفترة التي قضتها مي زيادة في مستشفى الأمراض العصبية في بيروت، وكيف خرجت من هناك. ان شاء الله ده يبقى يعني برضو من احد الاحلام. طب انا هرجع لقارئ النهم محمد هشام عبية الاول، مش هسيب برضو دماء على نهد غير لما هسأل وليه دماء على نهد. يعني عيسى ربنا طول في عمره وفي انتاجه، هو غزير الانتاج دايما، وبالتالي عنده اكتر من ليه دي. لان انا بحب الفترة الزمنية اللي دارت فيها، فترة الثمانينات والتسعينات، دي فترة غنية جدا في مصر. ولأنه كمان باني الشخصية بتاعة البطل هو السفاح يعني، يعني هو سفاح وقاتل رومانسي إذا جاز القول. والرواية مكتوبة بتدفق يعني، هي تكاد تكون سينمائية يعني، مكتوبة بتدفق كده وبصري جميل جدا، وهي من أحلى يعني من أكتر الروايات اللي أنا ارتبطت بيها الأستاذ إبراهيم عيسى مع إعجابي الشديد بكل الأعمال التالية. بس أنا بتقرأ كده عمل في لحظة زمنية ما، بتحس إن أنت، أنا فاكر الشتاء محطة القطر، محطة مصر، وقريتها وأنا رايح القطر من القاهرة للمنصورة أو شربين تقريبا، إحنا طلبة بتاعنا بلديات. أيوة. عند جدتي. ففي طقس كده خاص بيها، ودي من الحاجات اللي أنا يعني حتى ما قريتها ما كنتش بكتب في السيناريو، ما كانش لسه عندي تصور، بس انا كنت بقول للرواية دي انت عامل ازاي يا جماعه مسلسل او فيلم يعني. وانا كمان عندي يعني شغف طول الوقت بمساله الدراما السفاحين دي او القتله، لان هي انا يعني احيانا انا بكتب اللي بحب اتفرج عليه يعني، ويمكن ده اللي بيخلي برضو الموضوع فيه شيء ما صدق يعني، او صادق، ان انا
يعني اللي بكتبه عايز انا بحب اشوفه لما يعني احب لما اتفرج على المسلسل ابقى انا مبسوط، فتلاقيني بكتب النوعيه اللي انا احب اتفرج عليه، لان اكيد ده مش ذاتيه يعني، بس اكيد اللي انا بحبه في يعني 30 مليون 40 واحد بيحبوه، فكمان في جزء ما بيعبر عن راي جمهور يعني يتفرج ويشاهد، فانتظروا ذلك العمل. ليه بقى حطيتها في الثمانينات مش في التسعينات؟ ليه خدتوا القرار ده؟ لا يعني لاسباب كتير، منها كده ان احنا حاولنا نأصل لمساله القتل اللي له علاقه بالاحداث السياسيه، لانه طبعا الرؤيه ملمسه في السياسه كانت عمل الاستاذ ابراهيم يعني، فلقينا ليها اصل في الثمانينات كده. عايز استاذ ابراهيم عيسى ما يلمسش السياسه يعني. وعشان برضو ما يبقاش هو. فاحنا ايه قلنا، وكمان الصراحه قلنا نرجع شويه بالزمن ايه، فالزمن يبقى بعيد فنشتغل براحتنا يعني ايه شويه. انا اتحرى بالظبط، فمش هقدر اقول اكتر من كده بقى. انا اتحرى وانا اتحرى بالظبط. الاثنين مع بعض يعني، كل ما تبقى كل ما تبقى مرتاح اكتر. فيعني ايه، فقلنا نرجع شويه كمان ليها، ولقيناها فعلا يعني سبحان الله بيبقى في تفاصيل كده، دي برضو جزء له علاقه بالصحفي يعني اللي جوايا، اللي هو ايه عايز يعني بندور على واقع مثلا ما بين البطل والبطله، فعايز اصل لها بحاجه حقيقيه فلاقيها، فلاقيها في الثمانينات، فتحس انك ماشي في الثمان صح. فتمام، لان احنا طبعا لما بنحاول الروايه اكيد بنغير في التفاصيل طبعا الشخصيه والاحداث بدرجه ما، فما غيرنا لقينا محتاجين تفاصيل معينه مثلا هنا وهنا فلاقيناها، فقلنا سبحان الله بيبقى اختيار مناسب يعني، التحري والتحرر بيفيد احيانا. لا يفسد للود قضيه. طب انا استاذن هروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام، لانه الكلام مفيش فاصل. طب مفيش حته كمان صغيره بق كده في الماشي في السريع، ليه مش سيما؟ او سؤال بسيطه، ليه مش سيما الروايه ده معلنات؟ بص هو انا عايز اشتغل سينما طبعا، وبس هي يعني انا يعني لحظي بقى ظهرت يعني ككاتب سيناريو في الظرف في الوقت اللي السينما فيه بتعاني من تاثر شديد بمساله الكورونا. تيجي انت تغير ايه؟ تيجي انت تغير يعني كله رايح دراما، طب انا رايح فهي يعني ظروف السينما طبعا، بس الحمد لله بقت تتعافى، وكمان المنصات بقت الوسيط اللي هو ما بين السينما والتلفزيون فعلا، اللي هو يعني المسلسلات المنصات بدرجه ما تلاقيها فيها شيء من رائحه السينما كده. طب اعملها مع منصه وتبقى انتاج المنصه بس فيلم. ماشي ما عنديش مانع والله. بتحصل والله. وهي سبحان الله بعتها جت كده، لان هو دايره الانتاج بتاعه المنصات والمسلسلات هي دايره شويه يعني ايه ليها خطوات ايسر من السينما، لان السينما دايما لازم تراهن على نجم، ولازم تحسب حسبه الفلوس اللي هتصرف هتيجي بعد قد ايه. اداره الانتاج في البلاتفورم وفي المسلسلات يعني واضحه يعني، صحيح. واحد زائد واحد بيساوي اتنين، وهتتباع للفلان فهتجيب فلان، فانت في الاخر انت ما بتنتجش بفلوسك يعني، لانك ما عادش فلوس اوريدي، وفي نفس الوقت الانتاج مهنه ما هي سهله، محتاجه برضو حد يكون صاحب خبره ووجهه نظر يعني. ف لكن من يدري، ربما يعني يحدث في الامور امور، ربما دي ربما اصل وارد انها تطلع الفتره دي دراما، ممكن يجي بعد سنتين نلاقي جدا انه نفس الصناع يقرروا ان هم يحولوها الى يعني فيلم سينمائي، وهيبقى برضو انتاج منصه زي ما بنشوف على يعني حصل. مش هقول اسماء يعني، بس تمام يعني زي ما بنشوف على وحصلت وحصل مع الاستاذ ابراهيم شخصيا في صاحب المقام يعني مثلا. فوارد يعني، اقصد انا ما عنديش مشكله في ده خالص، بس الصراحه المسلسلات القصيره كمان فيها ميزه، اللي هي انك انت فيلم وحته بس مش مسلسل يعني، انت فعلا فيلم وحته يعني. يعني انت بتعمل مسلسل من 6 8 حلقات، في الاخر بتتكلم 3 ساعات اجمالي المسلسل او 3 ساعات ونص، في افلام كان كده اصلا. فانت عندك روح السينما، لكن افلام يوسف شاهين، افلام خالد يوسف 3 ساعات بالظبط، او انت طالع بالظبط كده يعني. فانت ايه، فهي فيها في شيء من السينما وفيها شيء من روحها الجميله يعني، وليها كمان جمهور نوعي يتقبل ان انت تبقى مش ملتزم بضوابط العمل التلفزيوني اللي راح جوه كل البيوت، ففيها فعلا حاجة من السينما يعني. وبصراحة أنا محظوظ إن أنا برضو عندي يعني فرصة إن أنا أعمل الأعمال دي على المنصات، وإن أنا طلعت في زمن إن المنصات فيه بتسمح بمثل هذه الأعمال يعني. أنا طول الوقت بحس إن أنا يعني ربنا موفقني وفي حظ، لأن أنا مثلا أظهر كصحافة يبقى في صحافة إلكترونية، فتبقى في مساحة إن أنا أعمل ده يعني، أكتب سيناريو يبقى في بلاتفورم، فيبقى في مساحة إن أنا أعمل حاجة برضو
مش بالضرورة تبقى مقبولة في الدراما العادية التقليدية يعني. هذا توفيق المولى، ربنا يوفقك رب على طول. نورت وشرفت زي ما أسعدت، مش هقولك أسعدتنا بقدر ما أمتعتنا وأفدتنا الحقيقة بالمسلسل بطلوع الروح في رمضان. وأتمنى أن الرواية الجديدة دماء على نهد بإذن الله تطلع لنا قريب جدا قوي خالص جدا، وبعد شوية تعملوها لنا سينما. أنا أحب السينما أكتر بصراحة من المسلسلات والتمثيلية. أحب السيما جدا، وأظن عيسى يحب السيما أكتر برضه طبعا. يعني أحبها أحبها يعني طبعا. فهنقنعه ونقنع عيسى أن هو اللي ينتج فيخسر تحويشة العمر في الموضوع. بتحصل، ربنا ما يجيب خسارة. نورتنا وشرفتنا، ونتمنى أن احنا نشوفك قريب تاني، ويبقى في عمل مكسر الدنيا تاني وثالث وعاشر. محمد هشام عبية، كنت سعيد بانك موجود معانا حقيقي. شكرا جدا، الف الف شكر ليك. شكرا ليكم جدا على حسن المتابعه. شكرا يا مجود مجد يوسف، صاحبي صديقي مجد بيكتب بالمولى والله. دكتور سنان بيشتغل في الراديو مذهل والله العظيم، هيجنني. وبيحب الطبيخ زي انا، بحب الاكل. على كل احنا مش هنطول على حضراتكم، احنا ماشيين. تستنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاحد، برنامج حروف الجر كما جرت العاده الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحرة. سلامات. كنتم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.